مرة أخرى متابعي قناة الفاس بريس تطرح مشكلة المنح الجمعيات على مستوى مدينة الدار البيضاء خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر 2022 المنعقدة يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022. تعرضت هذه النقطة على أنظار أعضاء المجلس تاع مدينة الدار البيضاء، ومن بين يعني ماشي المؤاخذات ولكن بين الملاحظات اللي سجلوها مجموعة من الأعضاء هو أن العوائد المادية أو المنحة المالية المخصصة لبعض المقاطعات يعني ماشي في مستوى خاصة بالنسبة للجمعيات النشيطة. اجي نشوف واش قالوا اعضاء مجلس مدينه الدار البيضاء حول هذه النقطه هذه. سي مصطفى، عاوتاني تتعرض هذيك النقطه تاع الجمعيات التي كثير من الجدد منذ سنوات، يعني شنو المعايير اللي تم الاعتماد عليها باش توزع المنح تاع الجمعيات؟ دابا حنا بالنسبه لنا فيما يخص المعايير كانت تعتمد اولا المعيار ديال التنازع المصالح بطبيعه الحال بالنسبه لجميع الحالات، جميع الجمعيات اللي كتبت على اساس انه كاين حاله من حالات ديال تنازع المصالح كتقصها بشكل هذا، حاولنا ما امكن نعتمدوا على التخصص لانه كاين جمعيه بطبيعه الحال رياضيه كدير في المجال الاجتماعي ولا كاين جمعيه ثقافيه كدير في المجال الاجتماعي والعكس كيوقع بطبيعه الحال بالنسبه لجمعيات اخرين في مجالات اخرين. حاولنا ما امكن نشوفوا القانونيه ديال الجمعيه بطبيعه الحال التجديد ديال المكتب، التقرير الادبي، التقرير المالي، مستوى النشاط بطبيعه الحال فيما يخص المحاور اللي احنا عطينا عليها الدعم. كاين مساله ديال القرابه العائليه لانه اكتشفنا انه كاين جمعيه كيكون بطبيعه الحال الجمعيه الرئيس هو الاب وجمعيه اخرى الرئيسه هي الام، او بطبيعه الحال الابن حتى هو عنده جمعيه اخرى، او بطبيعه الحال ملي كنجيو العناوين كنلقاو بان نفس العنوان في المكتب ديال الجمعيه ككل، يعني كاين حالات بهذا اللي حاولنا ما امكن على اساس نقصيوها. اشكاليه فين كاينه بالنسبه لهذا الدعم؟ هو اولا كاين في الضعف ديال الغلاف المالي المخصص بالنسبه للجمعيه، لاننا ممكن نعطي هنا حاله فيما يخص بطبيعه الحال القطاع الاجتماعي 300 مليون غادي تقسمها على 556 جمعيه. درنا عمليه حسابيه تاعينا قادينا تاعينا لقينا حاله اللي هي حاله نشاز هو انه كتلقى جمعيه بطبيعه الحال كتنشط في المجال الاجتماعي قدرات بطبيعه الحال على اساس انه دير واحد البرنامج ودير واحد المشروع اللي كطلب منا انه ندعمه ب 32 مليون كنعطيوه حنا 5000 درهم. 5000 درهم ما فهمتش انا شناهي هو الصدقه واش هي شنو بطبيعه الحال كاين هاد الحاله بطبيعه الحال بهذا الشكل. فلوس قليله بالعربيه، فلوس قليله والجمعيات كثار ما يمكنش غادي يضرب بالعربيه الخواطره، لان مثلا شفت الجمعيه الاجتماعيه عندهم من بين 5000 درهم 8000 درهم حتى 10000 درهم هي بالحقيقه عار ماشي تسع، وكاين جمعيات تسع اكثر وكاين جمعيات ما تسع حتى ذاك 5000 درهم. هذا المشكل مطرح، المشكل هو مشكل مادي. ونحرصوا على تكون عندنا شي جمعيات جاده نشيطه اللي غادي تقدر اللي يكون عندها اللي غتخدمنا وتكون كريديبل، تكون زعما نشيطه مزيان. وكنقترحوا باننا غادي هاد الجمعيات اللي غادي نعطوها الدم نديروا لهم تتبع باش نشوفوا فين وصلوا فين وصلت هذه المنحه. كاين ضعف تنسيق ما بين القطاع الاجتماعي مع القطاع الرياضي والقطاع هذا، لان كاين جوج المفوضين هنا وبالتالي ما كاينش الوحده ديال المنهجيه، ما كاينش الوحده ديال اساليب الاشتغال، ما كاينش الوحده ديال التواصل، لانه كنلقاو بان هذا كيديروا بلاغ، الاخرين كيديروا بلاغ اخر، بطبيعه الحال الجمعيات ما كيفهموش، ما كيعرفوش، هذا هو فين لقينا واحد المجموعه ديال الارتباك كاين حاصل، هي لجنه وحده خصها توحدوا القطاعات كاملين ويكون بلاغ موحد ويكون منهجيه واحده وتكون كاين ضعف التنسيق مع بطبيعه الحال المقاطعات. لانه في المقاطعات كاين لجان ديال الشؤون الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه، ولكن كنلقاو بانه بالنسبه لنا اللي مفوض لهم القطاع ما كيتواصلوش مع هادشي. كنا اقترحنا حنا بطبيعه الحال في اللجنه على انه تخلق واحد الهيئه استشاريه يكون كتشكل بطبيعه الحال من الرؤساء ديال اللجان الثقافيه والرياضيه والاجتماعيه على مستوى المقاطعات، غتولي على غير ندوه الرؤساء حتى هي كدار في هذا الشق الاجتماعي وداك الشيء، وبهذا غنضمنوا على اساس انه يمكن يوقع التواصل بطبيعه الحال ويوقع التنسيق مع شحال تقريبا الجمعيات اللي استفادوا من الدعم؟ ما نقدرش نقول لك، ولكن كانت كاينه 500 جمعيه وربما تكون استفادت واحد 460. دونك حنا دابا بصدد يلاه درنا شي 500 تقريبا 656 جمعيه، دابا يلاه درنا الفرز الاجتماع ديال نهار اثنين وكلاسيناهم على حسب الانشطه ديالهم، واش نشيطه ولا ماشي نشيطه بثلاثه الانصاف A و B و C. كان في السابق كان مثلا عضو في الجمعيه الاجتماعيه وتستافد ايضا في الجمعيه الرياضيه، واش بقى هذا الامر هذا ولا لا؟ دابا منعنا لهذه الازدواجيه، اما ياخذ في الشق الاجتماعي اما ياخذ في الشق الرياضي والثقافي.
ياخذ واحد فيهم لا، لانهما استناو اللي هو موظف رئيس الجمعيه وموظف ما يستافدش، اللي مستشار وما خصوش يستافد، والحالات العائليه مثلا عائله نفس الكنيه ما يستافدوش.